صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت. نحييكم إلى مسائية المستقبل ونبدأها بالعناوين مع ميرنا الهندي. مساء الخير في عناوين المسائية. رئيس الحريري قراره حتى هذه اللحظة وبتصور أنه هو مقتنع فيه أنه لا يكون هناك حكومة أكثرية. المراوحة الحكومية بين سندان العراقيل ومطرقة المطالب والرهان على الاتصالات. 5 أمبير 100 دولار تعطيها شو بدي اقول لك اكثر من هيك يعني. تركيب عدادات لمولدات الكهرباء في تشرين الاول المقبل واجتماع وزاري قريب لبحث اليات التطبيق. ايران على صفيح ساخن والاحتجاجات وشعاراتها تتوسع بالرغم من القمع. كان كل ما يظهروا يلعبوا الاولاد حط ايدي على قلبي. الأرض حولنا كانت كلها ملغمة. مشكلة إذا ظهروا يلعبوا ومشكلة إذا بقيوا بالبيت. بالأخير هودي ولاد حقهم يلعبوا. بس أنا اليوم مطمنة على الآخر من بعد ما الأرض كلها رجعت نظيفة. بفضل الجيش اللبناني، بفضل كل شخص حمل بطاقة بلوم عطاء واستعملها، أرضنا عم ترجع صالحة. تنصير حاضرين، نقلب صفحة جديدة. سفينة تشكيل الحكومة ما تزال ترسو في مرفأ الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري رغم محاصرتها برياح المطالب التعجيزية والعقد المفتعلة، وهو ما ردت عليه سلسلة من المواقف دعت إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلف. أما سفينة الكهرباء الثالثة فتبحر غدا من مرفأ الجي إلى دبي تمهيدا لتزويد منطقة كسروين وبعض مناطق جبيل والمتن بالكهرباء ليرفع معدل التغذية إلى 22 ساعة يوميا. أما سفن مولدات الكهرباء وهي موضع شكوى دائمة من المواطنين فسترسو بعد غد الثلاثاء على رصيف وزارات الداخلية والطاقة والاقتصاد. في هذا الإطار قال وزير الاقتصاد رائد خوري للمستقبل إن هناك فلتانا كبيرا من أصحاب المولدات وأرباحا طائلة وغير مبررة ما يوجب وضع حد لهم لكف شرورهم عن المواطنين، موضحا أن التطبيق سيبدأ في أول تشرين الأول المقبل. البداية من أفق الحكومة الذي يبقى مسدودا حتى الآن في ظل تراشق الاتهامات ورمي كل فريق الكرة في ملعب الآخر. تقرير شهير إدريس. لم تكن صورة نهاية الأسبوع أفضل من بدايته فيما يخص تشكيل الحكومة، إذ أن اللقاءات والمشاورات التي شهدها لم تفضي إلى نتيجة تذكر، على الرغم من مساعي الرئيس المكلف سعد الحريري للتسريع في إنضاج الطبخة الحكومية. وعليه يبدو المشهد قاتما في ظل تمسك كل فريق بمطالبه وعدم التنازل عن أي منها. سعد الحريري عم يقوم بواجباته من ناحية تقديم الخيارات. رئيس الحريري قراره حتى هذه اللحظة وبتصور أنه هو مقتنع فيه أنه لا يكون هناك حكومة أكثرية، ولكن هذا لا يعني أنه كل فرد بمجلس النواب لح يكون ممثل بالحكومة. ما في شك أنه في عامل ثقة، نحن ما فينا يعني ما عندنا أي أمل بهاللحظة هيدي بظل الاضطراب القائم بالمنطقة كلها سوا، إلا أن نكون في عين من الرعاية الجدية الدولية تجاهنا. مصادر مطلعة كشفت لتلفزيون مستقبل عن مساعٍ فرنسية جدية باتجاه حث بعض الأطراف على تسهيل عملية التشكيل، فيما أكدت مصادر القوات اللبنانية للمستقبل أنها أبلغت الرئيس الحريري حدود التضامن معه وحدود التنازل لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن تعنت الفريق الآخر والعناوين الكبيرة التي يطرحها تؤدي إلى العرقلة. أما بعض القوى السياسية فبدأت ترمي بالمسؤولية على أطراف خارجية. من الواضح أنه اليوم ما في نية عند كل الأفرقاء، وعند كل الأفرقاء بدي أقول، بالمضي بحكومة حقيقية
تنقذ وضع البلد، لأنه كل واحد من جهته حاطط شروط وفي دفتر شروط مضاد. تاني شيء عم نحاول نحن إذا الخارج ما كان له تأثير حقيقي ومباشر، نحن عم نحاول إنه نجيب هذا الخارج ندخله بأزمتنا أكثر وأكثر حتى نكبرها ونصير نحس بعجزنا الداخلي عن الحل. اليوم وقت نسمع والله اتهام إنه السعودية ما بدها حكومة، نحن عم نجر السعودية على المشكل. نحن وقت عم نحط قديش في شروط سورية على توزير فلان أو فلان أو فلان، نحن عم نحط العصي بدولي وعم نخلي الفريق الآخر يرفض هذه الشروط ويرفض هذه الأسماء لأن عم يقال إنها منزلة سوريا. وزير الخارجية جبران باسيل أكد في لقاء مع مناصري التيار الوطني الحر في ذكرى 7 من آب أن ثقة التيار بنفسه لا تكسر، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يهاجمه البعض لأنه يقف ضدهم، قائلا في الحكومة اليوم عليهم أن يفهموا أن حقوقكم لا تنازل عنها. بدهم يفهموا شبابنا ليه نحن على كل محطة منوقف ومنقاتل، هن بدهم يفهمونا ليه كل مرة منوقف منطالب بحقوقنا. بالحكومة اليوم بدهم يفهموا ليه ما فينا نتنازل عن حقوقكم وعن تمثيلكم. بدهم يفهموا لأنه في سنين قضيناها من النضال توصلنا على حكومة متوازنة مش تنخسرها اليوم. بدهم يفهموا انه في برقبتنا دم شهداء استشهدوا تلبنان يتحرر تينبنى في دولة تيكون في توازن ومسائية وعدالة. نحنا ما فينا نفرط فيهم هودي بولا محطة. تيار هني سبب معطل بإصرارهم والفريق السياسي اللي هني بمسلو كله سوا عمليا بما فيها حزب الله كمان والحلفاء بإصرارهم على دفتر معايير تمشي على الكل. وهيدي عمليا وقت بقى تمشي على الكل على التمثيل النيابي ساعتها رئيس الجمهورية ما بيطلع له حصة إذا على الحصص النيابية، ساعتها إذا طلال أرسلان هو نايب لحاله درزي ساعتها مصطفى الحسيني لازم يجي وزير يمكن عند الشيعة. المعايير اللي نحن عم نحاول اليوم نثبتها هي معايير هدفها سياسي أكتر. شهران ونصف من المراوحة وشد الحبال في عملية التأليف يبدو أنها ستطول بسبب السقوف المرتفعة للمطالب وعدم التعاطي بجدية مع الأمور بحسب ما وصفتها مصادر مقربة من عين التيني، والتي أكدت كذلك أن الرئيس نبيه بري لا يقوم بأي خطوة تضر بالوفاق الوطني ولا يزال عند رأيه بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية. البطريركو الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قال إنه يصلي من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي عبر ولادة حكومة جديدة. الراعي وفي عظة قداس الأحد دعا المسؤولين للتوافق على عودة آمنة للنازحين. رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الاستقرار السياسي في لبنان يكون من خلال تأليف حكومة يكون ولاؤها للبنان ولشعبه وكيانه ومؤسساته، حكومة قادرة ويكون مقياسها لا مجرد أحجام عددية بل الكفاءة والنزاهة والتجرد. الراعي وخلال ترأسه قداس الأحد في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان تمنى الاستقرار الاقتصادي من خلال النهوض بالاقتصاد في كل قطاعاته وإجراء الإصلاحات في الهيكليات والقطاعات التي اشترطها مؤتمر سادر. لذا نقول لا يحق للقوى السياسية أين أيا تكون المزيد من التمادي في عرقلة تأليف الحكومة بعد مرور 4 أشهر تماما على المؤتمر المذكور سادر وشهرين ونصف على التكليف، فيما الدول الداعمة تنادت وأسرعت وعقدت 3 مؤتمرات لصالح لبنان في غضون شهري آذار ونيسان الماضيين في كل من روما وباريس وبروكسل. إن مثل هذا التصرف السياسي اللبناني يقوض ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وهذا ما لا نريده بل نرفضه بالمطلق. البطريرك الراعي تطرق إلى قضية عودة النازحين السوريين على أثر توافق اللبنانيين على عودتهم الكريمة والآمنة من جهة والمبادرة الروسية من جهة أخرى. فإن لبنان ممثلا بالمسؤولين الرسميين فيه مدعو لمواكبة هذه المبادرة بمرجعية ورؤية وطنية موحدتين
وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة، وهذا يستدعي الكف عن تسييس المبادرة لمآرب شخصية، وإبقاء هذه المبادرة في إطارها الإنساني وفقا لمعايير القانون الدولي، بحيث يسمح للإخوة النازحين ترتيب أوضاعهم والعودة تحت مظلة تفاهمات دولية وإقليمية، بما يخفف العبء عن لبنان والمجتمعات المضيفة. الكاردينال الراعي دعا جميع القوى السياسية لأن تحتكم إلى منطق العلم في إدارة الأزمات الكيانية بدلا من الانزلاق في شروط وشروط مضادة. في ملف آخر، تلهب مافيات مولدات الكهرباء جيوب المواطنين، فهل يوضع حد لها؟ وزارة الاقتصاد تحركت باتجاه وضع عدادات، وهو أمر سيبحث بين عدة وزارات بعد أيام، وفق ما أبلغ الوزير رائد خوري تلفزيون المستقبل. تقرير نهد يوسف. اتجه الكهرباء بلبنان على طول وبلا مطارات، هذا أحسن شيء بيعملوه. طبعا هكذا أمنيات بعيدة عن منال تحقيقها لدى اللبنانيين، والمضحك أنه بدل المطالبة بتوفر الكهرباء 24 ساعة أصبحت أقصى الطموحات تركيب عدادات لمولدات الكهرباء تنقذ المواطنين من الفواتير المرتفعة جدا والعشوائية. فمافيا المولدات المنتشرة بكثرة لا تزال تتحكم بالمواطن اللبناني، وفي عدد من المناطق تستخدم القوة والعنف. 5 أمبير 100 دولار تعتير، شو بدي أقول لك أكثر من هيك يعني؟ طبعا يركبوا عدادات أحسن أن أقولهم. قديه بتطلع عندك فاتورة الاشتراك؟ 300,000 ليرة لبناني شهريا، وأحيانا 350,000. عن 3 أمبير بطلع لي 70,000. بلغ وزارة الاقتصاد بإلزامية تركيب عدادات لدى المشتركين بمولدات الكهرباء سيدخل حيز التطبيق في شهر تشرين الأول المقبل، على أن يعقد اجتماع الأسبوع المقبل بين وزارات الاقتصاد والطاقة والداخلية للبحث في آلية التطبيق، كما قال وزير الاقتصاد رائد خوري لتلفزيون مستقبل. نحن بحاجة لنتعاون سوا ككل الوزارات، وزارة الطاقة لتحط التسعيرة، نحن وزارة الاقتصاد للرائد، ووزارة البلديات والداخلية ليأذونا في مؤازرة أمنية لضبط المخلافات، لأنه في فلتين كتير كبير من أصحاب المولدات بالتسعيرات، وهذا الشيء أنا يعني للأول أول ما حطينا هذا القرار قلت أنه هذا الشيء ما بيجوز، ولازم يعني يكفوا الناس شرهم من وراء الأمور اللي عم بتصير، المخالفات في قانون لازم يتطبق. نحن مش ضد أصحاب المطارات، إنما في أرباح فائقة عم تنعمل غير مبررة وغير واضحة، عم بيبعثوا الفواتير لأصحاب البيوت، وأصحاب البيوت ما عم تعرف كيف عم توصل هذه الفاتورة. وأكد خوري أن للدولة هيبتها، والقانون سيطبق والمخالف سيعاقب. في وقت تستفرد مافيات المولدات بالمواطنين، ينشغل المعنيون بهذا الملف على جبهاتهم المشتعلة على المنابر، متناسين حتى وعودهم المتكررة منذ سنوات بالكهرباء 24 على 24. ناهد يوسف، تلفزيون مستقبل. وملف الكهرباء لكن من باب البواخر شكل مع ملفات سياسية واجتماعية واقتصادية أخرى مادة دسمة لما تداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. تقرير مها حطيت. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من اشتباك حول أكثر من موضوع. مصالحة الجبل التي تمت عام 2001 تحولت لاشتباك كلامي بين الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر. تغريدة للنائب وليد جملاط عن معركة سوق الغرب رد عليها عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر ناجي حايك، وقال بعد 10 أيام سوف نتذكر نحن وأنت القروض الذين أرسلتهم إلى سوق الغرب في 13 آب 1989، وقد أعادهم ميشيل عون لعندك بأكياس جونفيس. تغريدة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ردا على حايك الذي عاد واعتذر قائلا إنه أسيء فهم كلامه. التوضيح لم يفلح، فتحرك مسؤولون في التيار الوطني الحر
للتأكيد على الاستمرار بالمصالحة. فغرد وزير الخارجية جبران باسيل قائلا: المصالحة في الجبل أغلى من أن تؤثر فيها عبارات من الماضي الذي تخطيناه. وردا على كلام حايك أيضا، انتشرت صورة تجمع وليد جنبلاط بالبطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير. الباخرة الثالثة كانت عنوانا لخلاف جديد بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، فالباخرة التي كان من المفترض أن ترسو في الزهران أو الجي رفضتها حركة أمل، فنقلت إلى منطقة الذوق لترتفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي في المتن وكسروان وجبيل إلى 22 ساعة يوميا. حركة أمل بررت موقفها بأن الباخرة ستعطل إنشاء معمل جديد في الزهران وأنها تريد التصدي للأضرار البيئية، فيما جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي استعملها هاشتاج إلنا شرف المواجهة وبدنا معامل مش بواخر للدفاع عن رفض الباخرة. لكن موقف أمل لم يقنع كثيرين، واعتبروا أن خلفية هذا الموقف هو أصحاب المولدات الخاصة الذين سيتضررون ماديا بشكل كبير. وتم تداول هاشتاج الجنوب مطفى للرد على جمهور حركة أمل وحزب الله. وكان لافتا أيضا موقف للشيخ علي حسن بيضون طرح فيه أكثر من سؤال، منها: هل المولدات أكثر شرعية وقانونية من باخرة الكهرباء كي نمنع تلك ونبقي المولدات؟ وقال: مع أني شخصيا من المدافعين عن جناحي المقاومة وبصلابة وحكمة وإخلاص وقناعة، ولكن ألفت عنايتكم إلى أن المواطن لم يعد يحتمل، فلا تحسن الظن بصبره وتحمله كثيرا. أما الرئيس عادل الحريري الذي كان من أوائل السياسيين الذين يستعملون تويتر للتعبير عن مواقفهم السياسية، فغرد هذا الأسبوع وقال: بعض السياسيين بلبنان راكدين يروحوا على سوريا قبل النازحين، يا سبحان الله مدري ليش، في إشارة واضحة لرفضه لكل الضغوطات التي تمارسها بعض القوى السياسية لإعادة العلاقات مع النظام السوري. ورغم الخلافات الكبيرة التي شهدتها مواقع التواصل هذا الأسبوع، تمكن هاشتاج أحلى كلمة جنوبية أن يجمع اللبنانيين، فكانت سلسلة تغريدات مهضومة أجمعت أنه من أجمل الكلمات يمشحر شحارة. قضى 3 عمال سوريين حرقا وأصيب آخران جراء حريق اندلع في فرن للمخبوزات في مدينة سور. قتل 3 عمال سوريين وأصيب آخران في الحريق الذي شب في فرن للمخبوزات يعود للسوري أحمد القادري في مدينة سور. النار اندلعت عند مدخل الفرن بينما كان الشبان 5 نائمون في الداخل، وعند استيقاظهم لم يستطيعوا الخروج من الفرن. أنا كنت بالقهوة هناك وإيش الشباب يركضوا علي إنه هبت النار هبت النار. إجينا نركض لهون كانت النار أولا مشعلة، ما وصلنا لهون أخذت النار، ما عادش فينا نفوت نفيق الشباب بالمرة. الشباب كانوا نايمين جوا 5 شباب. ما قدرنا نفوت، عمال ما كسروا الحيط من ورا، قدروا ينزلوا لطلوها كانوا متوفين. الدفاع المدني سارع إلى إخماد الحريق وعمل على نقل جثث القتلى والمصابين إلى مستشفيات المنطقة. وقد ضربت القوى الأمنية طوقا حول مكان الحريق وبوشر التحقيق في الحادث. ولهيب من نوع آخر سيضرب لبنان منتصف الأسبوع. المنطقة على موعد مع موجة حر مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة تلامس 90%. تقرير ريم تقي الدين. يتحضر لبنان لاستقبال موجة حر جديدة ستضرب الشرق الأوسط مصدرها شمال أفريقيا، وهي تضرب حاليا دولا أوروبية لاسيما البرتغال وإسبانيا. موجة كهذه متوقعة في آب اللهاب، إذ ستتخطى الحرارة 37 درجة اعتبارا من منتصف الأسبوع الطالع وتستمر ل3 أيام، وتترافق مع نسبة رطوبة قياسية تلامس 90% على السواحل. درجة الحرارة المحسوسة ستكون أعلى من الحرارة الفعلية، وذلك بسبب هذه الرطوبة المرتفعة، مما سيزيد شعور الناس بالحر خاصة يومي الخميس والجمعة. عادي بنضل نزلق مي على حالنا طول النهار. لأني عايش بالخليج معود، بالنسبة لي عادي ما في مشكلة. لا شوية بحر شوية جنوب جبل بس إنه سكي بعد طبيعية. ونحن إن شاء الله بنتحمل الشوب الدنيا أحسن مما يكون متعوضين إن شاء الله، وندعي السواح يجوا على لبنان لأنه بلد جميل وحلو جدا. بدنا أكيد الأركنديشن موجود وعندنا اشتراك بس مخروب بيتنا، وبدنا الأولاد يعني نطلع على الجبل. الرطوبة في الجبال ستكون أخف منها على السواحل، لكن ارتفاع الحرارة قد يتسبب بالحرائق وبأضرار في المزروعات، وهو ما يحاول المزارعون عادة التخفيف من تأثيرها فتزداد أعمال الري. كمزارعين
نتوقع موجة الحار بزيادة الري للمزروعات بتخفيف الأسمدة. هذه الموجة بتجينا عادة من 27 ل 20 شهر 8 يعني 20 آب تقريبا. بناخذ احتياطاتنا من الشمس والحرارة، بنقعد بالفية من ساعة يعني 11 12 لساعة 2 3. موجة الحرارة المتوقعة تزداد وطأتها في ظل المعاناة من انقطاع التيار الكهربائي في أوقات التقنين وشح المياه. ارتفاع درجة حرارة الجو قد يؤثر على جسم الإنسان، لذلك أخذ الحيطة والحذر واجب، وأفضل طريقة للوقاية هي الإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة. ريم تقي الدين، تلفزيون مستقبل. تتابعونا بعد هذا الفاصل. مقتل مخترع البراميل المتفجرة لنظام الأسد. والاحتجاجات تتواصل في وسط العراق وجنوبه. أهلا بكم من جديد. لليوم الخامس على التوالي تواصلت الاحتجاجات في إيران لتشمل مدن القم، مدينة القم، والنظام يواجه الاحتجاجات بحظر التجول في بعض المدن وبانتشار البزيج في طهران. الموت لحزب الله، هتاف جديد للاحتجاجات الإيرانية التي توسعت لتصل إلى مدينة قم وسط البلاد، وأصبحت رموز الملال هدفا للمتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على الظروف الاقتصادية السيئة وانهيار الريال والفساد. وشكل وصول الاحتجاجات إلى مدينة قم التي تعتبر المركز العلمي الأهم بعد النجف في العراق أقوى صفعة للملال بالنظر إلى أهميتها الدينية. الاحتجاجات في قم انطلقت من الميدان الرئيس فيها، ميدان توحيد، وهتف المتظاهرون ضد حزب الله والمرشد مكررين هتافات تدعوه إلى التنحي والرحيل. التظاهرات امتدت من مدينة شيراز في الجنوب إلى الأحواز في الغرب، مرورا بقم في وسط البلاد إلى طهران في الشمال ومشهد في شرق البلاد. وتأتي هذه التظاهرات في وقت يترقب الإيرانيون بقلق ما ستؤول إليه الظروف الاقتصادية والأوضاع إثر إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، والتي ستدخل المرحلة الأولى منها يوم الثلاثاء المقبل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تغريدة له إن إيران تهوي بسرعة وإنه لا يبالي إن كان سيلتقي بالإيرانيين أم لا، في وقت كررت الإدارة الأمريكية تحذيراتها للدول الأوروبية من مغبة التعامل مع طهران. وفيما تتزايد الضغوط على النظام الإيراني مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، يمثل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمام البرلمان للإجابة عن أسئلة النواب بشأن مستجدات الاتفاق النووي والسياسة الخارجية لبلاده. كما أمهل البرلمان الإيراني وللمرة الأولى الرئيس حسن روحاني شهرا للمثول أمامه والإجابة عن أسئلة تتعلق بتعامل حكومته مع المشكلات الاقتصادية التي تواجهها إيران. تتكرر حوادث الاغتيال والتصفية لضباط تابعين لنظام الرئيس بشار الأسد في عمليات باتت تثير تساؤلات كبيرة في أوساط الموالين الذين شككوا في صحة روايات النظام، متهمين النظام نفسه بتصفيتهم بعد الانتهاء من الأدوار التي لعبوها. هذا الرجل المسؤول عن تطوير برنامج نظام الأسد للأسلحة الكيماوية وابتكار البراميل المتفجرة تم اغتياله بعبوة ناسفة استهدفت سيارته بعد خروجه من منزله برفقة سائقه في منطقة مصياف بريف حماة. عزيز إسبر، تلك الشخصية التي أحيطت بحياة سرية نظرا للمهام الواسعة التي أوكلت إليه من قبل رئيس النظام بشار الأسد، إذ كان مسؤولا عن ملف تطوير وصناعة الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى. لم تقتصر علاقة إسبر مع نظام الأسد بل مع الإيرانيين أيضا، إذ يعتبر كاتم أسرار صاروخ فاتح الإيراني، في حين أوكل إليه مهمة بناء مخازن خاصة للصواريخ تابعة لحزب الله في سوريا. وكشفت تقارير أن إسبر هو المدير العام لمعهد البحوث العلمية ويحمل رقم 4000، ويوجد فيه عدة مشاريع لصناعة الأسلحة الكيماوية بشكل حصري، مبينة أن إسبر كان صلة الوصل بين الخبراء الإيرانيين الذين يشرفون على المركز والخبراء الكوريين الشماليين الذين تولوا مهمة إدارة المركز ما قبل العام 2010. وفيما اتهمت وسائل إعلام النظام إسرائيل بقتل إسبر ولا سيما بعد الغارات المتكررة على مركز البحوث،
أعلنت سرية أبو عمارة للمهام الخاصة مسؤوليتها عن اغتيال أسبر وسائقه، متوعدة النظام بتنفيذ المزيد من هذه العمليات. نشر تنظيم داعش الإرهابي مقطع فيديو لشاب تم ذبحه بعدما اختطف من قرية الشبكي إثر هجوم التنظيم على منطقة السويداء. وكشف موقع السويداء 24 أن الشاب الذي يدعى مهند دقان أبو عمار ويبلغ من العمر 19 عاما وهو طالب في كلية البحوث العلمية، قال أن فشل المفاوضات مع داعش كان سببا لإعدامه، مضيفا أن تاريخ تصوير الفيديو يعود للخميس الماضي. وبحسب السويداء 24 فإن داعش لا يزال يحتجز 30 شخصا من السويداء غالبيتهم من النساء والأطفال. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على كامل الحدود السورية العراقية من يد تنظيم داعش الإرهابي، وفي بيان نشرته قالت إنها تمكنت من إنهاء نفوذ التنظيم على الخط الحدودي الفاصل مع العراق ضمن المرحلة الثانية من حملة عاصفة الجزيرة. أضافت أن السيطرة جاءت بعد التقدم من 3 محاور تمكنت فيها من إحراز تقدم كبير بمسافة تقارب 37 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي في المنطقة الصحراوية. ولم يعلق تنظيم داعش على تقدم قصد، وغابت إعلاناته بشكل كامل منذ انحسار نفوذه في سوريا. إجراءات أمنية مشددة قرب مبنى المحافظة بعدما دعت تنسيقيات الاحتجاج في محافظات وسط العراق وجنوبه إلى تظاهرة كبرى مهددين بمزيد من الإجراءات التصعيدية. تظاهرة كبرى انطلقت في محافظة البصرة، وأقام المتظاهرون منصة أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجا على ما وصفوه بالتسويف الذي تنتهجه الحكومة الاتحادية تجاه مطالب المتظاهرين التي لم يتحقق منها شيء لغاية الآن بعد مرور شهر على تسليم المطالب إلى ممثلي الحكومة. المتظاهرون قطعوا الطريق المؤدي إلى حقل غرب القرنة النفطي بناحية الإمام الصادق في خطوة تصعيدية للمطالبة بإجراء الإصلاحات الحكومية وتوفير فرص العمل. اللجان التنسيقية في محافظة البصرة توعدت بتصعيد الاعتصامات السلمية لتتخذ أشكالا احتجاجية أكثر قوة كقطع الجسور الرئيسة للمحافظة في حال لم تكن هناك استجابة فعلية للمطالب. ممثل المرجعية العليا في النجف أكد من جهته على دعم المحتجين وقال إن الحقوق تؤخذ ولا تعطى. وفي إطار المعالجات لنزع فتيل الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ نحو شهر، تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتخصيص وظائف عامة ورواتب لبعض الفئات وتنفيذ مشاريع خدماتية وعمرانية في محافظة بابل جنوب البلاد. في المقابل لفت موقف الكتل السياسية من التظاهرات، ووصفت مصادر سياسية مواقف الكتل بالخجول، مشيرة إلى أن بعضها دخلت على خط الاحتجاجات بطريقة سلبية لتصفية حسابات مع بعضها البعض، إضافة إلى ترك رئيس الوزراء حيدر العبادي وحده في مواجهة المتظاهرين لإظهاره بمظهر العاجز عن مواجهة الأزمة. وأكدت المصادر أنه كلما تقدمت الحكومة خطوة باتجاه إنهاء التظاهرات من خلال تحقيق بعض المكاسب يظهر من يعمل على زيادة النار. تتحصن ميليشيات الحوثي بمديرية الدرهمي بالحدادة وتنشر قناصاتها داخل المنازل بعد طرد السكان منها. بشتى الطرق تحاول ميليشيات الحوثي الإيرانية التحصن في منطقة الدريهمي، فلجأت للقوة لطرد بعض السكان من منازلهم حتى يتمركز الانقلابيون بقناصاتهم. وبهذه الانتهاكات تحاول الميليشيات منع تقدم قوات الشرعية إلى منطقة الدريهمي، ولا سيما من الجهة الشمالية الغربية، بعدما دفعت ألوية العمالقة بتعزيزات ضخمة إلى المنطقة في وقت استمرت الاشتباكات عند أطراف المدينة. تزامنا قصفت طائرات التحالف العربي تجمعات للمتمردين في مديريات الحوك والتحيتة وزبيد بمدينة الحديدة. وفي غضون ذلك حذرت الحكومة اليمنية الصيادين اليمنيين من تجاوز المياه الإقليمية اليمنية ودعتهم إلى عدم الاقتراب من سفن تحالف دعم الشرعية، موضحة أن وجود زوارق الصيد في مناطق عملية سفن قوات التحالف يستغله الحوثيون في استهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة البحرية. أصيب فلسطينيان جراء قصف إسرائيلي قرب موقع للمقاومة على أطراف بلدة بيت لهيا شمال قطاع غزة. إلى ذلك يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر جلسة لمناقشة الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية في قطاع غزة، وينوي الوزير إسرائيل كاتس عرض خطته على المجلس للتسوية السياسية مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.
ومن أبرز بنودها الانفصال التام عن القطاع واشتراط تقديم أي مساعدة للقطاع بإعادة الإسرائيليين المحتجزين فيه إلى ديارهم. وبدورها أكدت وزيرة العدل إليت شاكيد وجوب أن تتضمن أي تسوية جعل القطاع خاليا من السلاح وإعادة جثتي الجنديين اللذين تحتجزهما حركة حماس في القطاع. أعلن الجيش المصري أنه قضى على 52 مسلحا في مناطق متفرقة من شمالي ووسط سيناء، بالإضافة إلى 13 مسلحا آخرين في العريش في شمالي سيناء. وأشارت القوات المسلحة المصرية إلى أنه في إطار العملية الشاملة سيناء 2018 صادر أسلحة وكميات من الذخيرة، فيما شن حملة مداهمات مشتركة مع الشرطة المدنية نتج عنها القبض على 49 فردا تكفيريا شديدي الخطورة. اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جارته كولومبيا بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدفه أثناء استعراض عسكري بطائرة من دون طيار تحمل متفجرات، مشيرا إلى أن العديد من ممولي ومخططي الهجوم يعيشون في الولايات المتحدة. وفيما رفضت الرئاسة الكولومبية الاتهامات، تبنت مجموعة معارضة غير معروفة الهجوم. من جهته قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن الحادث ربما يكون من تدبير نظام مادورو نفسه الذي يواجه غضبا شعبيا واسعا بسبب الانهيار الاقتصادي والفساد. ضرب زلزال عنيف جزيرة لامبوك السياحية في أندونيسيا، وقال المعهد الجيولوجي الأمريكي إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، ومركزه على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض. وذكرت وكالة مواجهة الكوارث في أندونيسيا أن الزلزال الذي ضرب الجزيرة السياحية أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي، وكان زلزال قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر ضرب لامبوك السياحية في 29 من تموز الماضي، ما أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 162 آخرين. الزلازل المتكررة الحدوث في أندونيسيا، والتي تقع في منطقة ضمن حلقة النار التي تحيط بسواحل المحيط الهادئ. أعلنت مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي مقتل 3 جنود من حلف الناتو شرق أفغانستان، كما قتل جنديان أفغانيان في الهجوم. وقالت وحيدة شهكار المتحدثة باسم حاكم ولاية براون أن الهجوم وقع قرب عاصمة ولاية شاريكار. من جانبها أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وأنهى الناتو مهمته القتالية رسميا في أفغانستان عام 2014، لكن الآلاف من قواته لا تزال تقدم الدعم والتدريب للقوات الأفغانية وتنفذ مهاما لمكافحة الإرهاب. أوقفت شركة المرافق الفرنسية EDF 4 مفاعلات نووية في 3 محطات لتوليد الكهرباء في البلاد بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا. وأوضحت الشركة في بيان لها أن درجات الحرارة المرتفعة المسجلة في نهري رون ورين أدت إلى إغلاق مؤقت للمفاعلات بحسب وكالة أسوشيتد بريس. وتشهد فرنسا مثل الكثير من الدول الأوروبية موجة طقس حار في مناطقها الجنوبية، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية. ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 7 مع اتساع رقعتها، وصدرت أوامر بإجلاء المزيد من السكان عن منازلهم، فيما واجه عمال الإطفاء درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية. وأتت الحرائق على نحو 290 ألف فدان من الأراضي وفقا لجهاز الإطفاء في كاليفورنيا. بعد الفاصل تتابعون. حادث سير على جسر الضي ونجاة العابرين. وماثيو شديد يتألق في مهرجانات بعلبك. نواصل نشرة مع الأخبار المحلية. في عكار دعوة من نواب كتلة المستقبل إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وتأكيد ضرورة إيلاء عكار أهمية إنمائية.
أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد سليمان أن الرئيس سعد الحريري يسعى جاهدا للنهوض بمنطقة عكار، داعيا القوى السياسية إلى التنازل لتسهيل مهمة الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة. اجتمعنا مع دولة الرئيس الحريري وبحثنا معه في الأمور الإنمائية والتوظيفية المتعلقة في محافظة عكار، ومنها التوظيف الحالي في المؤسسات العسكرية وفي بناء الجامعة اللبنانية وفي إنشاء قانون لمجلس إنماء لعكار. أدعو القوى السياسية على التواضع والتنازل وتسهيل مهمة الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة الذي ينتظرها مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة على لبنان واللبنانيين. وفي عكار أيضا أكد عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش خلال استقباله وفودا شعبية في دارته أن الأمور الحياتية والمعيشية الضاغطة تستوجب تشكيل الحكومة بدل اختراع عقد جديدة وتبادل التهم بالتعطيل. وما بتصور أنه اليوم في أي جهة سياسية مفروض في أي جهة سياسية بالبلد ما لازم تكون عارفة أنه التأخير تحت أي سبب، إن كان سبب مطالبة بحصة وزارية لهذا الفريق أو لآخر أو منع فريق آخر من الاستحصال على حصة وزارية. عكاريا أيضا دعا عضو كتلة المستقبل النائب طارق المرعبي خلال تفقده صيادي الأسماك في العريضة إلى ضرورة الاهتمام بأوضاع الصيادين في عكار من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية والأمنية التي تعيق أعمالهم. هيدي لقمة عيش ونحن ما بنقبل انه يكون في مس فيها. ان شاء الله باذن الله بده يكون في اعادة فتح للنهر، وباذن الله بيكونوا السيادين الجمعة الجاي او اللي بعدها موجودين في زوارقهم مشان يطلعوا على الصيد، وباذن الله نحن نتأمل مع دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري يكون في اعادة تأهيل مرفق العبد ببنين مشان يكون في حرية من خلال الصيادين انه يعني يطلعوا على الصيد. المرعبي تفقد ايضا المدرسة الرسمية في البلدة واطلع على حاجاتها. كشف مستشار الرئيس المكلف للشؤون الروسية جورج شعبان عن خطوات عملية قريبة لوضع اطر لعودة النازحين السوريين الى بلادهم. كشف مستشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان عن خطوات عملية قريبة لوضع أطر لعودة النازحين السوريين من لبنان، وأوضح أنه في الأسبوع المقبل ستكون هناك خطوات عملية من جانب مسؤولين لبنانيين بتواصلهم مع مسؤولين روس لوضع الأطر من أجل بدء عودة النازحين، وهذه العودة سيكون متفقا عليها مع المجتمع الدولي والأمريكيين والروس. وأكد شعبان أن الروس هم الضمان لعودة النازحين لجهة عدم التعرض لهم من جانب النظام ووصولهم إلى ممتلكاتهم بطريقة آمنة، واستبعد وجود أي عرقلة لهذه العودة، وخصوصا عندما يكون هناك تفاهم أمريكي روسي على عودتهم، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استطاع أن يتفاهم مع الأوروبيين ولا سيما الفرنسيين والألمان في عملية دعم عودة النازحين، وهو ما ظهر في وصول أول طائرة إغاثة من فرنسا إلى الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ومستقبلا سيكون هناك مساعدات من دول أوروبية. وشدد شعبان على أن المجتمع الدولي متفق على عودة النازحين، كاشفا أن وزارة الدفاع الروسية وضعت خطة كاملة وفيها دراسة للمناطق السورية وستستوعب عودة النازحين في الفترة الحالية. أكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في لبنان ليزا أبو خالد أن المفوضية تنتظر الاطلاع على تفاصيل الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن عودة اللاجئين، مشيرة إلى أن فريق المفوضية يتواصل مع النازحين في لبنان ولديها فريق في سوريا. ولفتت إلى قيامها بزيارة عدد من النازحين العائدين إلى بلدة فليطة في القلمون السوري بمؤازرة الحدود اللبنانية السورية، وطلعت على أوضاع بعضهم مشيرة إلى أن بعض العائدين لم يستطيعوا العودة إلى منازلهم، البعض الآخر سكن عند أقربائه. أما بالنسبة للوضع الأمني فلا تملك المعطيات المفوضية لا تملك المعطيات الكافية لا سلبا ولا إجابا. وأوضحت أن العلاقة مع وزارة الخارجية اللبنانية ومع مؤسسات الدولة جيدة ولم تتبدل، حيث تحرص المفوضية على أفضل العلاقات. يعتبر مشروع مجمع الشمال للجامعة اللبنانية في طرابلس من أكبر الصروح التعليمية في لبنان. المشروع الذي أسس له الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ سنوات سيبصر النور قريبا من خلال البدء بالتدريس في 3 كليات. تقرير غسان فران.
هذا هو المشروع المنتظر منذ سنوات، مجمع الشمال لكليات الجامعة اللبنانية في طرابلس. هذا المشروع المبني على تخوم مدينة طرابلس يعتبر من أكبر الصروح التعليمية في لبنان، مؤلف من 8 كليات، تم إنجاز 3 كليات منه فقط حتى الآن، العلوم والفنون والهندسة. تم إنجاز الكليتين اللي عم لك عنهم، تم استلامهم، وفي كلية خلال شهر المفروض تم استلامها اللي هي كلية العلوم. أما عن موعد إنجاز باقي الكليات فهل سيكون قريبا؟ لا، لأنه في مشكلة تمويل بتأمين التمويل للكليات الباقية، وبالتالي نحن عم نحكي بالمدى المنظور بكلية الصحة، واللي حسب العقد مفروض يأخذ تنفيذها مينيموم 3 سنين، يعني قبل 3 سنين ما فينا نحكي بغير كلية الصحة إلا إذا تم تأمين تمويل للكليات الباقية، وبالتالي بصير ممكن نحكي بكليات تانية تابعة موجودة بالكامبس ممكن تطلع كمان لاحقا. المكلف بالإشراف على المشروع يؤكد أن المجمع لن يكون فقط لطلاب طرابلس. نحن هون بنجمع تقريبا من بيروت لأقصى عكار، مبدئيا هذا هو المجمع، بيخدمهم كلنا سوا وبيلقطهم مثل ما بيقول، بيلقط التلاميذ كلنا سوا بهالمجمع هذا. الكليات القديمة غير مؤهلة لتكون جامعة بالإضافة لضيق مساحتها. نحن بنقدر هون صرنا هلا بالهندسة والفنون والعلوم نستوعب طلاب أكثر، يعني نحن هلا بكليات الشمال عندنا شي 12 أو 13 ألف طالب، ممكن إنه البروجي هذا اللي هون بالمجمع هذا ممكن يستوعب لحد 23 ألف طالب. نقيب المهندسين يرى بأن هذه الكليات الجديدة ستنعكس إيجابا على أداء الطلاب. أكيد حتوفر المناخ الأكاديمي الممتاز لتلاميذها، وأكيد النفسي أهم شيء، 100% النفسي، وأكيد حنقدر نلاقي هذا بنتائج خريجينه. هذا المشروع الذي وضعت رؤيته في التسعينيات كان من أولى اهتمامات الرئيس الشهيد رفيق الحريري. بلشت من التسعينات، بس حقيقة خطواتها الأساسية هي بال2002، وهيدي كانت من صلب اهتمامات الرئيس الشهيد رفيق الحريري. صحيح بلش الشغل بال2006 والجزئية عن بأعمال حفر، رجعت بلشت الأعمال بالكليات بال2009، ونحن هلأ عم نبصر النور، بس هذا كليته سوا كان حلم كتير كبير للرئيس الشهيد اللي كان عنده كتير من الاهتمامات وخصوصا بالجامعات وبالتعليم. إذن هو حلم طلاب طرابلس كما كان حلم رفيق الحريري، هذا الحلم الذي ما زال يثمر ما زرعه حتى بعد سنوات عديدة من رحيله. أمنيا، أعلنت قيادة الجيش أن 3 فلسطينيين مطلوبين هم عبد الله كريم المتواجد في مخيم عين الحلوي، وطارق السعدي وحسن فندي المتواجدان في مخيم الرشيدي، قد سلموا أنفسهم إلى مديرية المخابرات. كذلك سلمت حركة فتح المطلوب للدولة اللبنانية أحمد الهواري، وأكدت فتح أنها بدأت بتسليم المطلوبين للقضاء اللبناني بعد التشاور مع كافة الفصائل ورجال الدين، وستستمر في هذه الحملة حتى القضاء على الظواهر الشاذة في المخيمات من التجار بالمخدرات والسموم إلى إطلاق الرصاص والقنابل، وحذرت من أنها ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المسة بأي من كوادرها. نجا العابرون تحت جسر لرويال في دبي من حادث سير كاد أن يكون مميتا، إذ اصطدمت سيارة بالفاصل الحديدي وأوشكت على السقوط من أعلى الجسر على السيارات العابرة، لكن أحدى عجلاتها علقت في لوحة إعلانية ضخمة كانت مثبتة في المكان، وبقيت تتأرجح حتى عملت الفرق المختصة على رفعها. بلدية الميناء في طرابلس منعت المواطنين من السباحة على الكورنيش البحري، والآراء انقسمت بين مؤيد ومعارض. وضعت بلدية الميناء لافتة تحذيرية منعت بموجبها جميع رواد الشاطئ من السباحة على الكورنيش البحري بصورة دائمة لحين إنشاء مسبح شعبي ضمن المواصفات المطلوبة. يأتي هذا القرار بسبب التيارات البحرية العالية وتلوث المنطقة من شبكة المجارير التي تصب على طول الشاطئ. لكن لفتنا نظرنا المجارير، عملنا بغرفة التجارة والصناعة فحص مخبري، شفنا انه التلوث عنا بهالمنطقة هذه بالذات 940%، فقير اني احمله حياته احمله صحته حتى ما يمرض وما لقي مين يحكمه. وفعلا عملنا جهد وخذنا من الصندوق الكويتي، وصلنا مبلغ من مال لرفع كل المجرير
عن كل شط الميناء الكورنيش البحري من أوله لإخره، وتلزم المشروع بقيمة مليونين دولار والتنفيذ بلش فيه. أما آراء المواطنين وأصحاب البسطات الموجودة على الشاطئ فانقسمت بين مؤيد ومعارض. عم نمنع عن نحن، يعني احنا هان صاحبين البسطات عم نمنعون، يعني كيف عم نمنعون؟ عم ننصحون شما ينزلوا تعوروا. هذا حكي فاضي، مي ملوشة، البحر ما بيتلوث، يعني حتى الميناء السياحة رئيس البلدية منع من قلبه. والله أنا رأيي هذا الموضوع أخي منه منيح، يعني الفقير عم يجي بده يتسبح هون، ما يروح على شقة ولا ما يروح على الزيور ولا شيء أبدا. يذكر أن شاطئ الميناء شهد مؤخرا عدة حالات وفاة غرقا، بالإضافة لظهور عوار التسمم على بعض المواطنين بعد السباحة في مياهه. في بعلبك حفل تكريم السيدات الناجحات في مشروع الأمن الغذائي المدعوم من منظمة MCC الكندية. نظمت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب حفل تكريم للسيدات الناجحات في مشروع الأمن الغذائي وزيادة الدخل في بعلبك الهرمل من خلال تربية المواشي الذي نفذته بالتعاون مع منظمة MCC الكندية. ما بدنا نضل نعالج المشاكل السطحية، بدنا نعالج جذور المشكلة الأساسية اللي هي نقص في الدخل وهي بنفس الوقت البطالة، لأنه من هون تنتج مشاكلنا الاجتماعية والثقافية، من هون بصير في عنا ثقافة تطرف وأزمة، من هون بصير في عنا نزاعات منحط طاقتنا وقدراتنا فيها. بدورها أعربت السفيرة الكندية عن سرورها بوجودها في بعلبك، وأكدت أن الحكومة الكندية تمول مشاريع أخرى في المنطقة تركز على الاندماج الاجتماعي وتطوير قدرات المرأة. ليلة موسيقية ساحرة أحياها الفنان ماثيو شديد ضمن فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية. على مدى ساعتين من الوقت أبهر الفنان ماثيو جديد المعروف باسم إم جمهور مهرجانات بعلبك الدولية بمقطوعاته الموسيقية الخاصة. على أوتار جيتاره الذي مزج موسيقى الفانك والبوب والذي ترافق مع مشهديات فنية وضوئية ولوحات مبتكرة، استطاع جديد أن يشارك الجمهور الذي غصب به مدرجات معبد باخوس الرقص والغناء والتصفيق. جديد استلهم في فنه المميز مخزونا موسيقيا وثقافيا من عائلته ووظفه بخبرته وتجديداته وإبداعاته ليترك بصمة على مدرجات قلعة بعلبك الأثرية ستبقى راسخة في ذاكرتها التي تحفظ الكبار. مهرجانات بعلبك الدولية مستمرة حتى 18 من آب الحالي، وستقدم عروضا غنائية ومسرحية شرقية وغربية. صفحة الأحوال الجوية مع لارا مونيف. بونسوار. طقس الصيف معتدل عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. خلينا نشوف كيف عم تكون الحرارة ببعض العواصم العربية. برجع بنتقل على طقس لبنان ورح بلش من تونس مع 24 درجة، الجزائر 22، بنتقل على بغداد مع 31 درجة، دمشق 37، 36 بالقدس، الكويت 34 درجة، 36 بالدوحة، والرياض 30 درجة. برجع على طقس لبنان، طقس بداية الأسبوع عم بيكون صيفي معتدل مع حرارة عم تتراوح بين 24 و 33 درجة على الساحل، بالجبل عم توصل أقصاها لل 27، أما بالداخل لل 34 درجة. تفاصيل أكثر منروح على الخريطة اللبنانية ورح بلش من عكار مع حرارة عم توصل ل 32 درجة، طرابلس 33، 31 بالكورة، الأرز 25 درجة، الهرمل 33، القاع 32، 33 بعلبك 32 درجة، بيريه بنتقل عميروبة مع 23 درجة، جبال 29، 32 بجونية وبعبدة، بيروت كمان 32 درجة. إذا طقس صيفي معتدل لنهار التنين، زحل 33، 32 بشتورة، 33 بعنجر، مشغرة 32 مع ضباب على المرتفعات، رشاية 29 درجة، 32 بجزين، مرجعيون وكمان ببنت جبال، بيت الدين 28، والمناطق الجنوبية صيدا صور وقانا الحرارة عم توصل فيهم أقصى ل 32 درجة. إذا لبكرة التنين ممكن نشهد ضباب على المرتفعات، الحرارة عم تتراوح بين ال 26 وال 31 درجة. لنهار الثلاثة عنا ارتفاع 32 وبكفي الطقس على الشكل لنهار الأربع مع 32 درجة أقصاهم.
الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 15 و25 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، وأنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت. وختاما هذا تذكير بالعناوين. رئيس الحريري قراره حتى هذه اللحظة، وبتصور انه هو مقتنع فيه، انه لا يكون هناك حكومة أكثرية. المراوحة الحكومية بين سندان العراقيل ومطرقة المطالب، الرهان على الاتصالات. 5 أمبير 100 دولار. تعتير شو بدي اقول لك اكثر من هيك يعني. تركيب عدادات لمولدات الكهرباء في تشرين الأول المقبل، اجتماع وزاري قريب لبحث آليات التطبيق. إيران على صفيح ساخن، الاحتجاجات وشعاراتها تتوسع بالرغم من القمع. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء. صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع.